السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد أو ماتيماتيك دي ترون كومان sur la page 38 on va résoudre quelques exercices de cette page dans une deuxième partie sur le chapitre les ensembles des nombres. Donc on commence par l'exercice 6, effectuer les sommes suivantes. Donc on va commencer par la première expression numérique. Donc on a 4 plus 2 sur 5. On a bien sûr qu'il y a le dénominateur 1. Donc on a réduit le dénominateur. Le dénominateur fait le hala. On a c'est le multiple d'iel, le deuxième dénominateur. 5 c'est le dénominateur réduit. Donc on a 5 ou on a 5. هنا بما ان كاين عندنا 5 غادي نخليو جوج. هنايا عندنا 1 غنضربو هنا في 4 وهنا في 4 باردون هنا في 5 وهنا في 5 غتعطينا 20 سير 5. بما ان لو دينوميناتور الي ريدوي غناخدو داك لو دينوميناتور وغادي نجمعو لي نيميغاتور. دونك لو ريزولتا فينال هو 22 سير 5. هاد لا فورم سي تي فورم ايريديكتيف غير قابله للاختزال. علاش؟ لان لي ديفيزور تاع 22 مختلفين على لي ديفيزور تاع 5. دونك نمشيو لدوزيام اكسبرسيون. عندنا عاوتاني هنا خصنا نشوفو شكون هو لو دينوميناتور ريدوي. نطرحو السؤال واش عندنا لو ميم دينوميناتور؟ ما عندناش لو ميم. اسكو كيلكان اي لو ملتيبل دو لوتر؟ وي. اذا عندنا 15 هو لو ملتيبل ديال 3. دونك لو دينوميناتور ريدوي غادي يكون هو 15. هنا عندنا واحد لو سينيموا. هنا عندنا 4 غتبقى 4 حيت لو دينوميناتور ني با شونجي. هنايا غادي نضربو في باش نوصلو هنا ل 15 غنضربو في 5. اذا حتى الفوق غنضربو في 5. اذا وغادي نحددو عندنا لو ميم دينوميناتور اللي هو 15. لو بروميي نومبر سي موان 25. لو دوزيام نومبر سي 4. 4 غتعطينا موان 21. موان 21 سور 15. هاد لا فورم سني با اون فورم ايريديكتيف. هنا كاينه اون سامبليفيكاسيون. بار كوا؟ بار 3. هنا اون فا ديفيزي بار 3 وهنا اون فا ديفيزي بار 3. كيسك سافا دوني هادشي؟ غادي يعطينا هنا موان 7 سور 5. هاد لا فورم سي اون فورم ايريديكتيف. علاش؟ لان 7 سي ان نومبر برومي و 5 كذلك سي ان نومبر برومي. غادي نمشيو لاكسبرسيون سويفونت ونطرحو لا كيسيون اسكو نو زافون لو ميم دينوميناتور؟ لا. اسكو كيلكان اي لو ملتيبل دو لوتر؟ وي. اذا عندنا هذا سي لو ملتيبل دو 12. اذا لو دينوميناتور ريدوي هو 24. دونك هنا غتجي 24 وهنا 24. هنا نضربو في جوج باش نوصلو ل 24. اذا هنا نضربو في جوج غتعطينا 14. هنا ما ضربنا في والو. اذا غتبقى لنا هنا 5. لو دينوميناتور ريدوي سي 24 غتعطينا 14 موان 5. 14 موان 5 كتعطينا 9. 9 سور 24. إسكو إليا أون سامبليفيكاسيون؟ وي. هادي سني با أون فورم إيريديكسيبل. علاش؟ لأن هذا ديفيزيبل باغ 3 وهذا ديفيزيبل باغ 3. دونك لو ريزولتا دابا شنو غادي تعطينا؟ غتعطينا 3 سور 8. هاد لا فورم سي أون فورم إيريديكسيبل. لأن 3 سي أن نومبر بروميي و 8 عندو دي ديفيزور ما عندهم حتى علاقة ب 3. هنايا عندنا 3 ديال لي تيرم. عندنا 3 ديال الحدود. دونك عندنا 3 ديال الحدود، الحد الاول والحد الثاني والحد الثالث. اذا هنا غادي نقلبوا على لو دينوميناتور ريدوي بينهم بثلاثه. شكون هو؟ اذا بين جوج بحال لي الا بغينا نحذفوه من العمليه. علاش؟ لان جوج تم 4 تم في تيبل دو 2 و 14 كذلك من تيبل دو 2. دابا هادي نخرجوها من هاد العملية. فقط نقلبو شكون هو لو دينوميناتور ريدوي اونتر 14 اي 4. دونك هنا بيان سور سي 28. وبالتالي لو دينوميناتور ريدوي د هادشي كامل سي 28. باش نديرو عملية واحدة. هنايا باش نوصلو ل 28 نضربو في جوج، حتى هنا نضربو في جوج تعطينا 6. هنا نضربو في 7، إذا حتى الفوق نضربو في 7 تعطينا 63. هنا غادي نضربو في 14، إذن حتى الفوق غنضربو 7 في 14. دونك 7 في 14 98.
دونك احنا حصلنا على لو ميم دينوميناتور اللي هو 28. هنا عندنا 6 موان 63 بلس 98. الى جينا هنا نقصنا 8 نقص منها 3 تعطينا 5، و 9 نقص منها 6 تعطينا 3، ونزيدو عليها 6 تعطينا 41. اذا النتيجة النهائية هي 41 على 28. 41 هو واحد العدد اولي ست النمبر برومي، وبالتالي هاد لا فورم ريديكتيف. دونك هذا بالنسبة ليكزيرسيس 6. دونك اون باس ا ليكزيرسيس 7. دونك افيكتوي لي برودوي سويفون. دونك قبيلة درنا بيان سور لا سوم، دابا لي برودوي. التعامل مع لا سوم ماشي هو نفس التعامل مع لو برودوي. اذا غنبداو بالاكسبريسيون الاولى. اذا هنايا قبل احسن طريقه لحساب باش نحسبوا بحال هاد لي زيكسبريسيون هو نديرو التفكيك. هنا كنلاحظوا مزيان، خصنا نلاحظوا مزيان بان 35 42 و14 و21 كتربطهم كلهم 7. اذا غادي نديروهم دي ملتيبل دو 7. 42 7 فوا 6، 35 7 فوا 5، 14 7 فوا 2، 21 7 فوا 3، وهكذا اون فا سامبليفي بار 7 7 7 7. وغادي تبقى لينا عاوتاني عندنا ان اوتر سامبليفيكاسيون هنايا، مثلا 6 غادي نديرو هي 3 في 2 في 2 على 5 في 3. عندنا ان اوتر سامبليفيكاسيون ب 3. اذا فينالمون ليكسبريسيون ريديكتيف، دابا ملي كنديرو التفكيك وكنسامبليفيو كنخرجو فورسيمون فواحد لا فورم ريديكتيف، ستادير غير قابله للاختزال، لان لو انه كان شي اختزال غيبان هنا. اذا تعطينا 4 سور 5 سي اون فورم ريديكتيف. دونك غادي نمشيو لبي، لا ميم شوز. غادي نلاحظو بان 51 هي 17 في 3، وكنلاحظو بان 36، اذا هادي غادي نكتبوها 17 في 3، وهادي غادي نكتبوها 18 في 2. وهكذا غادي نديرو ان اوتر سامبليفيكاسيون، نخليو لو سينيمو هنايا في انتظار نشوفو لي ريزولتا. دونك هنا عندنا 18، 51 قلنا 17 في 3، 17 وهادي 18 في 2. غادي نديرو ان سامبليفيكاسيون بار 18، وهنا بار 17، و فينالمون غادي تبقى لنا لا فورم ايريديكتيف اللي هي موان 3 سور 2. دونك غنتقلو ليكسبريسيون سي. دونك لا ميم شوز، خصنا نلاحظو عندنا 63 مثلا، 35 هي 7 في 5، هنا هي 9 في 5، هنا 9 في 2، و 63 هي 9 في 7. دونك غادي نكتبو هاد العمليات الكتابات الضربية. دونك 63 هي 9 في 7. بالنسبة للموان، بما ان عندنا هنا موان مع موان، بما ان لو نومبر ديال لي موان زوجي كيمشي لو موان وكتولي عندنا، ما يبقاش عندنا لو سينيمو النهائي، غادي نحيدوه فينالمون. فاش كيكون عندنا العدد ديالو زوجي يعني في النهاية ما غيبقاش. اذا 45 هي 9 في 5، 35 7 في 5، 18 9 في 2. اذا اون فا سامبليفي دابا بار سكي بوسيبل. دونك 9 مع 9، 5 مشات مع 5، 7 مشات مع 7، وغادي يبقى لينا شنو؟ غادي يبقى لينا فقط هاد 9 الفوق وهاد 2 لتحت، ولا ما بقى لينا حتى حاجه كيبقى الواحد. دونك هنا تبقى لنا نفس سير دو، هاد نفس سير دو ستين فورم ايريديكتيف. لا ميم شوز 125، 125 هي 25 فوا 5، 125 هي 25 × 5، 12 غادي نخليوها 60 هي 12 × 5 15. وعندنا لو سينيمو الوحيد هذا غادي نحطوه هنايا، حيت هو لو ريزولتا فينال ديال لي سينيمو، حيت عندنا غير واحد. دابا غادي نسامبليفيو ونشوفو، اولا هادي غادي نكتبوها، هادي غادي نكتبوها 5 في 5، وهادي 5 في 3، هادي 5 في 5 حيت 25، وهادي 5 في 3 حيت 15.
وعاد غادي نسامبليفيو باش ما نخليو حتى شي حاجه. دونك 12 مشات مع 12، 5 مع 5، 5 مع 5، وفينالمون شنو غادي تبقى لينا؟ غيبقى لنا لو سيني موا، تبقى لنا 5، وتبقى لنا 3. دونك فينالمون النتيجه هي موان 5 سور 3. هاد لا فورم سي تي فورم ايريديكتي. دونك اون باس على ليكزيرسيس 8. هنا اذا شفنا لا سوم، شفنا لو برودوي، دابا لو كوسيون. هنا في التعامل مع لو كوسيون عاوتاني الفو فير تري زاتونس. هنا غادي نطبقوا واحد لا ريغل ديال ا سور بي سور سي سور دي. شنو كتعطينا؟ كتعطينا ا سور بي فوا المقلوب فوا دي سور سي. اولا كيمكن نلقاو واحد الصيغه اخرى هي ا سور بي سور سي. عندنا لتحت غير عدد، هي شنو غتكون؟ هي ا سور بي فوا هنايا عندنا واحد فوا ان سور سي. دونك هادشي اللي غنديرو دابا نشوفو. اولا كيمكن نلقاو صيغه اخرى اللي هي ا، وهنايا بي سور سي غادي تكون هي ا في المقلوب، حيت غتعطينا سي سور بي. اذا هادو هما الاحتمالات الوارده. نشوفو هنا شنو عندنا. فين هو الكسر الكبير؟ الكسر الكبير هو هذا اللي كيفصل العدد اللي الفوق. هنا جوج اعداد، عندنا هذا العدد وعندنا هذا. اذا الا بغينا نطبقوا داكشي اللي شفنا قبل لحظات غتعطينا شحال؟ هي جوج في المقلوب ديال التحتاني. دونك كتعطينا 7 سور 5. اذا غتعطينا نضربوا هذا بحيث هنا واحد، هنا تعطينا 14 سور 5. سي فورم ايريديكتيف. هنايا فين هو الكسر الكبير؟ الكسر الكبير هو هذا العدد اللي الفوق، هذا كسري، والعدد اللي لتحت هو صحيح طبيعي. اذا شنو غتعطينا؟ لو سينيمو غادي يبقى نديرو كسر 4/3 في المقلوب ديال التحت. المقلوب من تحت حنا عندنا واحد، اذا غتعطينا في واحد سير سير نف. نضربو البسط في البسط غتعطينا 4، والمقام في المقام غتعطينا 27. هاد لا فورم سي تي فورم ايريديكتيف. هنايا عندنا ا سور بي سور سي سور دي اللي شفنا قبيله. دونك العدد الاول الكسر الكبير هو هذا اللي كيفصل العدد الفوقاني على التحتاني. اذا غتعطينا 12/5 في المقلوب ديال التحت، 3/8. نشوف واش كاينه ان سامبليفيكاسيون. كاينه، هنا كاينه سامبليفيكاسيون بين هذه وهذه. هذه هي 4/3/5، هذه 3/4/2. غادي نسامبليفيو فقط بالربعه، هي اللي عندنا كامكانيه ديال لا سامبليفيكاسيون. غتبقى لنا الفوق 9/10 سيتين فورم ايريديكتيف. دي ايتيغال العدد اللي الفوق، الكسر اللي كيفصل العدد الفوق على التحت هو هذا. اذا هذا غادي يعطينا ناقص 13/2 في المقلوب ديال التحت اللي هو 4/15. عندنا ان سامبليفيكاسيون بار دو، تعطينا هنا ناقص 13/2، هنا جوج في جوج على 15. نسامبليفيو بار دو، وغادي يبقى لنا ناقص 13 وال 15 وجوج. اذا غنديرو ان ملتيبليكاسيون الفوق تعطينا ناقص 26 سور 15. دونك سي تي فورم ايريديكتيبل. لا ميم شوز هنا، 7/4 في المقلوب ديال 4/35. عندنا دي سامبليفيكاسيون بيان سور. هنا عندي 7/4، هنا 4/7/5. جو في سامبليفي بار 4 اي جو في سامبليفي بار 7. شنو غادي يبقى ليا لتحت؟ غيبقى ليا 4، ولكن هنا الفوق يبقى ليا واحد لواحد. ما غاديش ندير زيرو لان الواحد ديما حاضر، حيت سي ملتيبليكاسيون. اذا النتيجه النهائيه سي ان سانكيام، ماشي زيرو سور 7. دونك لا ديرنيير اكسبريسيون، شفنا هو الكسر الكبير هو هذا اللي كيفصل العدد الفوقاني على التحتاني. دونك 5/3 هنايا عندي واحد واحد على 5. سامبليفيكاسيون بار 5 غادي تخلي ليا ان تيير. سي تي فورم ايريديكتيف. دونك اون باس على اكزيرسيس 9، سي لو ديرني اكزيرسيس في هاد الحصه هادي. هنا عندي يعني عمليات مشتركه بين الضرب والقسمه، يعني العمليات الاربع، كلشي حاضر هنايا. دونك هنا غنبداو بقى بريمير دي شوز. هنا اول حاجه خصني نخدم ما يوجد بين الاقواس، لا بريوريتي، لان الاقواس عندهم لا بريوريتي. هنا عندي المقام واحد، غنوحد المقام بخمسة ونخلي 7/6 من بعد، حيت سي ملتيبليكاسيون. هنايا لداخل غنوحد المقام بخمسة، ضرب هنا في 5 وهنا في 5 تعطيني هنا 20، وهنا جوج.
7 على 6 فوا 18 على 5. واش عندي شي ميتي سامبليفيكاسيون؟ وي عندي لا سامبليفيكاسيون. دونك عندي 7 على 6، هاد 18 هي 6 في 3 على 5. جو في سامبليفي بار 6، كيسك سافا دوني؟ 7 في 3 كتعطي 21 على 5. سي اون فورم ايريديكتيف. العمليه المواليه، الاسبقيه لمن؟ ما يوجد داخل الاقواس هذه، ومن بعد غندير لا ملتيبليكاسيون مع 8، ومن بعد عاد ندير لا سوستراكس. دونك 7.5 موان 8 فوا، هنا المقام الموحد هو 16، حيت هنا 16 سي لو ملتيبل دو 4، هنا تعطيني 16، هنا 16 ضربت هنا في شحال؟ في 4، حتى الفوق نضرب في 4 28، وهنا عندنا 15. 7.5 خصها تنتظر، 8 خصها تنتظر، في انتظار نخرجو الريزلتا هنا. هنا غادي تعطينا ناقص 8، ناقص 8 على 16، ناقص 8 على 16، نتأكدو مزيان. 8 نو، ماشي ناقص 8، ماشي ناقص 8 على 16، أنا جاتني غريبة هاد الاختزال ديال 8. دونك عندنا 8 و 5، 13 ناقص 13 على 16. العملية الموالية هنا شنو هي؟ هو جو في سامبليفي، لأن لا سامبليفيكاسيون أفضل. هنا عندي إن سامبليفيكاسيون هنايا، دونك شنو تعطينا؟ 7.5 ناقص، ناقص مع هاد الناقص كتعطينا زائد، حيت جوج دلي موان، غتمشي ليا 8 مع 8 تبقى لنا هنا جوج، 13 كتعطينا 6 ونص، 6 إذا النتيجة النهائية 14. نعاودو نتأكدو هنايا، دونك إلا مشات 8 مع 8 تبقى هنا جوج، 13 إلا قسمنا على جوج كتعطي 6 ونص، الناقص مع الناقص كتعطي زائد، نديرو الجمع وتعطينا 14. دونك نمشيو لإكسبرسيون سيفونت، شكون اللي عندو لا بريوريتي في الحساب؟ هادي غادي نحسبو أون باراليل هادي، ونحسبو معاها أون باراليل هادي. دونك أن دومي، ولكن هاد الأن دومي محسوب غير على القوسين الأولى. هنا عندنا المقام موحد، إذا السعود ناقص جوج كتعطي 7، إذا غتعطينا 7 على 7. ناقص هنا المقام الموحد هو 21، نضرب هنا في 7 وهنا في 7 تعطينا هنا 1 زائد 14 على 21. هذه غادي تسامبليفي مع هذه تعطينا ان دومي، هنا تعطينا 15 ناقص 15 على 21. المقام الموحد هنا هو 42، هادي نضربوها في 21 هنا في 21 غتعطينا 21، ناقص هادي نضربو هنا في جوج وهنا في نو 42 عفوا، هداكو هي هادي كنضربو هنا في 21 فوق في 21 غتعطينا 21، هنايا نضربو في جوج وهنا في جوج غتعطينا ناقص 30. إذا هي النتيجة شحال؟ ناقص 9 على 42. إسكيليا إن سامبليفيكاسيون؟ وي، هنا غادي نقسمو على 3 وهنا نقسمو على 3، دونك هنايا غتعطينا ناقص 3 وهنا غتعطينا 14، دونك سي اون فورم ايريديكتيبل. دونك غادي نمشيو في دي لا ميم شوز، غادي نحسبو هادي على حدة وهادي على حدة، قلا كيتشابهو هادو، هما سي لا ميم شوز، دونك ندوزو سي لا ميم شوز. هادي غتعطينا شحال؟ ناقص 3 على 14. نمشيو العملية الأخرى، هنا شكون هو الكسر الكبير؟ الكسر الكبير هو هذا. إذا باش نحيدو حنا داك الكسر غنرجعوها بلا، ونوحدو المقام، نرجعو هادي مقسومة على هادي. هادي المقام الموحد شحال؟ 18، وهنا المقام الموحد دونك 36، دونك هنايا 7، هنا نضربو في شحال؟ في 6 وهنا في 6 تعطينا 6 و 5 30، 30 ناقص 7، هنايا نضربو في 4 تعطينا 4، وهنا نضربو في 9 وهنا في 9 تعطينا ناقص 27. غادي نحسبو هاد الشي هدا، ونحسبو هاد الشي هدا، عاد ديك الساعة يولي عندي كسر واحد مع كسر آخر، نطبق رجع الضرب، مبقاش قسم هنايا. دونك 30 ناقص 7 هي 21 على 18، مقسومة
هنا ناقص 23 على 36. نقلبوا القسمة ضرب، دونك هاد القسمة هادي خاصها تولي ضرب. باش تولي ضرب تولي ليا هي 21 على 18 فاش 36 على واحد على 23، ولكن لو سيني موان نجيبوه لقدام حيت عندنا واحد، بما ان الوجود ديال سيني واحد موان هذا قدمناه للامام. هنا عندنا ان سامبليفيكاسيون بار 18، هنا تعطينا هذه 21 هتبقى ليا هنا جوج، وهنا لتحت 23، فينالمون 42 على 23 وما نساهاش لو سيني موان. دونك هادي سيت اون فورم ريديكتيبل. دونك غادي نمشيو للجي. دونك الجي كيفاش غنتعاملو مع الجي؟ هذا هو الكسر الكبير بين البسطين. دونك هاد العملية غنحولوها هي 4 ناقص 5 على 3 مقسومة على 2 زائد 8 على 3 زائد 32 على 15. إذا شنو العملية نجزو هاد العملية أولا ثم هادي، وعاد من بعد نديرو القسمة نحولوها ضرب، ومنين نحولو قسمة ضرب نديرو الضرب، عاد نمشيو ديك الساعة نجمعو مع 32 على 15. هنا المقام الموحد واحد، وهنا المقام الموحد واحد. إذا المقام هنايا غيكون 3، والمقام هنا كذلك 3. هنا القسمة فوالا، دونك هنايا 3 غادي نضرب هنا في 3 وهنا في 3 تعطيني 12 ناقص 5، هنا تعطيني 6 زائد 8. غادي نحسبو هادي ونحسبو هادي، تعطينا 7 على 3 مقسومة على 14 على 3 زائد 32 على 15. غادي ندير المقلوب 7 سور 3 و 3 سور 14 اللي هي 7 فوا 2 زائد 32 على 15. غادي نسامبليفي دابا، هادي مشات مع هادي، هادي مشات مع هادي، وهنايا غيبقى ليا الواحد على 2 زائد 32 على 15. نوحد المقام ب 30، هنا نضرب في 15 هنا في 15، نضرب في 2 هنا في 2 تعطينا 64. دونك شحال تعطينا؟ 70 79 على 30. هاد لا فورم سيتين فورم ايريديكتيبل، يعني لا علاقه بيناتهم، كتقسمهم حتى شي ما عندهم حتى شي قاسم مشترك. نمشيو للعمليه الاخرى. العمليه الاخرى شنو نقدروا نديروا هنايا؟ غادي نحسبوا كل حاجه بوحدها، وغادي يعطينا 4 الاعداد كسريه، هادي بوحدها هادي بوحدها هادي بوحدها تعطينا 4. دونك هنايا المقام الموحد 8، نقدروا نخدموهم ديريكتومون. المقام هنا 7، المقام هنا 2، المقام هنا 4. غادي نجمعون دونك 8 الى ضربنا هنا في 8 هادي المقام 1 تعطينا ناقص 1 على 8 ديريكت. هادي هنا المقام 1 غنضرب هنا في 2 هنا في 2 ضربت هادي في 2 3 6 6 زائد 3 9. هادي غادي نضرب هنا في 7 تعطيني 14، 14 ناقص منها 5 تعطيني 9. هنايا نضرب 4 في 4 تعطيني 16، 16 زائد 5 21. إذا هكذا دغيا العملية كانت سريعة. إذا هنا شنو غادي ندير؟ عندي يا إما نضرب هادو بعضياتهم وهادو بعضياتهم، أولا غادي نحول كلشي لعملية وحدة. يعني هنايا شنو؟ عندي هذا في البسط غيبقى 1 على 8، هذا الا قسمت عليه غيتقلب يولي 7 على 9. هنا الضرب هذا غادي يبقى هو 9 على 2 بحيث في البسط، هذا في المقام غادي يتقلب، وهنايا غادي تولي عندي واحد العمليه غنبقى نختزل فيهم. دونك هذه تمشي مع هذه. هنايا الا هنايا الا مشات 4 مع 4 تبقى ليا هنا 2، وهنا الا مشات 7 مع 7 تبقى ليا 3. اذا شنو غيبقى ليا فينالمون؟ هادشي غادي تختزل، شنو غتبقى لينا؟ غتبقى ليا 3 والجوج والجوج والناقص 1. دونك فينالمون كيسك سافا دوني؟ غتعطينا في البسط ناقص 1، في المقام 2 2 4 4 3 12. دونك سيت اون فورم ايريديكتيبل.
دونك غادي نمشيو للعمليه المواليه اللي هي اش. بالنسبه للاش غادي نخدمو هادي على حده فوق، نخدمو هادي على حده وعطينا عدد كسري عدد كسري، وعاد نزيدو الجوج. دونك الجوج هي اخر عملية. هنا المقام بين هادو الفوق هو 30، والمقام هنا لتحت 6 × 5 = 30. دونك هنا في شحال غنضرب؟ واش لقى 30 6، اذا هنا 6 18. هنا نضرب في 3 اذا زائد 3. هنا عندي ناقص غنضرب في 2 اذا ناقص 8. هنا غادي نضرب في 6 تعطينا هنا 12، هادي نضربها في 5 تعطيني ناقص 5. اذا غادي يخرجوا لي جوج اعداد كسريه واحد فوق واحد، 18 ناقص 8 هي 10، 13 على 30 على 12 ناقص 5 هي كتعطينا 7 على 30. نديروا المقلوب، 13 على 30 فاش في المقلوب ديال الاخر 30 على 7. و فا سامبليفي بار 30، مشات 30 مع 30 غتبقى لنا و لو سيني موان. باغدون كاينه الجوج، كاينه الجوج، كاينه الجوج، نسينا الجوج، ركزنا فقط على داكوغ. دونك شنو غتعطينا؟ جوج زائد مشات غتعطينا 13 على 7. غادي نوحدو المقام بسبعة، 14 زائد 13 على 7 هي 27 على 7. سيتي فورم إريديكتيبل. آخر عملية هي هذه. هذه العملية هذه غادي نجزو ما يوجد داخل الأقواس أولا، ومن بعد نديرو الضرب مع العامل الخارجي، عاد نديرو الجمع، لأن كل حاجة عندها الأسبقية نتاعها. دونك 7 4 على 7، هنا المقام شحال؟ 3 و 6 هو 6، المقام الموحد هنا 6. هنا 3 على 7، المقام الموحد هنا هو 8. دونك هنا 6 غيبقى لو ميم نيميغاتور. هنا نضرب في 2 اذا زائد 2، هنا غنضرب في 3 وهنا في 3 اذا زائد 3. هنا كذلك عندي 8 غيبقى هو هو، هنا 5، هنا نضرب في 2 اذا تعطينا 2. 4 على 7 فوا 6 على 6، 3 على 7، 8 على 8. هادو غادي تسامبليفيو غيعطيني 1، و فينالمون غتعطيني 4 على 7 زائد 3 على 7 هي 7 على 7 هي 1. سي لا فورم فينال تاع هاد ليكسبريسيون. فوالا، جو فو غوميرسي، اي ا لا بروشين فوا.